معانا الأستاذة ضحى من البحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ليا سؤالين لو سمحت. اتفضلي. زكاة الفطر ينفع أطلعها أول أسبوع من رمضان ولا خلينا على العيد؟ يعني زكاة الفطر أنت عايز تطلعيها في أول رمضان؟ ينفع ولا خلينا على عيد الفطر؟ أنت محتاجة تطلعيها عشان إيه؟ عشان الناس تلحق تجيب حاجات تصرف وكده يعني. طيب. احنا السؤال الثاني. اتفضلي يلا. والدي ووالدتي متوفيين. نعم. بس والدي وقت وانا صغير ما شفتوش، والدتي انا اللي خدمتها وشايلها وخدمتها، ما خدتش تحتاج لحد. ربنا يبارك. اتوفت وهي دعيه دعاء جامد. الحمد لله. دعيه دعاء جامد يعني، كانت قلقانه عشانه وكده. طيب الدعاء هي بتدعيت لنا بدع النفس، الدعاء ما بيستجبش. مين قال ان الدعاء ما يستجبش؟ ما لسه ما استجابش لحد دلوقتي. اهو وده اللي بيخلي الدعاء ان انت مش شايفه ان الدعاء يستجاب. حضره النبي بيقول ايه؟ يستجاب للمرء ما لم يعجل. قال وكيف يعجل الرجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. اللي هو استئخار الدعاء ده، استئخار الاجابه دوت، هو دوت اللي بيخلي الدعاء ما يستجابش. ريحي بالك. انت معنى ان انت دعيتي ربنا ان انت بتعرفيه بحاجتك، ولا هو ربنا عارف حاجتك؟ ربنا عالم الحمد لله. طيب انت لما بتدعي ربنا بتضغطي على ربنا عشان هو بخيل بحشاء سبحانه وتعالى، ولا بتدعي ربنا لانه كريم؟ يبقى هو الحل هو ايه بقى؟ ان احنا نعمل حاجه تانية. حضرتك ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي يا حاجه ضحى. فاللي حاصل ان احنا مش بندعي ربنا عشان نعلمه بحاجتنا ولا نضغط عليه سبحانه، حشاه، هو عليم كريم. بما ان ربنا عليم كريم يبقى هو يعلم متى يكون العطاء افضل ويغير احوالنا ويهذبنا. فربنا استجاب لك، بس هو يستجيب لك في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريدي. ليه؟ لان الانسان يدعو بالشر دعاءه بالخير، فلذلك ربنا يستجيب لك في الوقت اللي هو قدره ليكي، وهو أفضل وقت لاستجابة الدعاء، وسيستجيب لك كما يريد لا كما تريدي. يبقى في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريدي الذي تريدين، وكمان كما يريد لا كما تريدين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أحن علينا منه. أما السؤال الأولاني، هناك قول بيقول يجوز إن الواحد يخرج زكاة الفطر في أول رمضان، لكن إحنا نحب إن هو تخرج في آخر رمضان لأسباب، لأن حضرة النبي في تعليل زكاة الفطر قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فالناس زي ما هم محتاجين فلوس في أول رمضان، هم كمان محتاجين فلوس عشان يقدروا يأكلوا ويشربوا يوم العيد وما يبقاش خاطرهم مكسور. فالأساس أن احنا نؤخر الزكاة إلى ختام رمضان عشان يحصل التطهير للصيام بتاعنا.